وحده وحده قويه. هار الدين العايرك، هار الدين العايرك. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. الفيديو اللي شفتوه بعد إشارة البداية هو ما حصل في محافظة بابل نتيجة اعتداء قوة ميليشياوية أو شخص جاب قوة ميليشياوية على شخصين من عشيرة الجنابيين، لأنه صار أكو ملاسنة بيناتهم وقتلوهم نحرا وطعنا بالسكاكين. واحد نحره والثاني طعنوه حتى الموت. هذا الفيديو اللي شفتوه. أما اليوم اللي أريد نتكلم عنه عن هاي الحادثة، وأريد نتكلم عن الابتزاز فيما يخص هاي الحادثة. يعني القتل اليوم بالعراق من أسهل ما يكون، خلاف بسيط بينك وبين أي شخص ممكن أن يؤدي بحياة واحد من هاي الشخصين. خلاف بسيط بين شخصين اليوم بالعراق يخلي الناس وهواية ناس من 40 مليون تخاف من الطرف الثاني، لأن ما تعرف هذا شنو، على بارك، على مخضر، على واجهة محل، على فلوس، على كل شيء، بل وصل بيها على مكان أو قاعدة، على بنية، يؤدي إلى وجود غضب موعد شخص ميليشياوي ما داير بال للوضع بالعراق، ما هام شيء لأنه ماكو من يحاسب، يؤدي إلى قتل الطرف الأول. الموضوع الثاني اللي أتمنى نحكي به اللي هو الابتزاز، خصوصا فيما يخص المعتقلين. فذني موضوعين تحب تشارك ويانا، عندك أرقامنا اللي تظهر أسفل الشاشة، ذني رقمين تقدر تتصل بينا من داخل العراق، من زاخو إلى الفاو تقدر تتصل بينا على واحد من ذني الرقمين، أو تقدر تتصل بينا من خارج العراق على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفها أسفل الشاشة هنا. فعندكم ذني الاثنين والاثنين من داخل العراق، ذني 4 أرقام للاتصال. أما هذا الرقم غير مخصص للاتصال، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل المكتوبة. هذا الرقم تقدر تدزلنا رسالة على برنامج الواتساب، تظهر الرسالة عندي بالجهاز أقدر أقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. لكن لا تزعلون من عندنا، أكو هواية ناس تحاول تتصل يكتب لنا وراها أنتوا ليش حاطين رقم واتساب وما تدقون أو ما تفتحون علينا الخط. أخوي العزيز أنت إذا تدق ما يبين يمي هنا، ما راح يبين عندي مكالمة، فقط الرسالة مالتك المكتوبة راح تبين، ورا ما تكتب لي يظهر انه انت محاول تتصل بينا. فلا زعلوا، ما عندنا، عندكم 4 أرقام للاتصال، هذا الرقم الخامس. اذا ما قدرت تتصل علينا بواحد من ارقامنا المخصصة للاتصال اكتب لي رسالة اقدر اقراها بالدقائق الاخيرة لحلقة هذا اليوم. فيما يخص قضية المعتقلين، دا تشوفون الأحداث ودا تشوفون الأخبار يومية، أكو خبر عن وفاة معتقل، عن نقل معتقل إلى دائرة الطب العدلي نتيجة وفاته، يا أما بمرض يا أما نتيجة تعذيب، والفيديوهات كثيرة. اليوم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يأكد وفاة المعتقل حمد حسين تمر عيسى، وهو من سكن ناحية عباسي القضاء الحويجة، ورا ما اعتقلوه ب7 أيام من قبل مديريات استخبارات كركوك اللي تعرض للتعذيب على يد ضابط التحقيق، وتم اعتقاله حسب المصادر اللي تأكدت عن طريق المركز أو تأكد من عندها المركز. تم اعتقال هذا الشخص اللي هو حمد حسين تمر بتهمة كيدية. نفس المركز وثق وفاة المعتقل ليث حسن محمود، هو من مواليد عام 97 بالشعبة 5 للاستخبارات بمدينة كاظمية ببغداد، همينا نتيجة التعذيب المستمر. أعداد الوفيات بين المعتقلين بالسجون الحكومية خاصة بسجن الناصرية
المعروف بسجن الحوت جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد للمعتقلين من قبل إدارات السجون. هاي الأيام اللي فاتت يومياً أكو خبر عن معتقل يا أما بالحوت يا أما بالتاجي يا أما هسه بالشعبة الخامسة يا أما بمركز اعتقال بأحدى المحافظات العراقية. هاي الحالة مو بس دا تأذي الناس، المواطن اليوم لما يعتقلون ابنه ينحرم منه، ممنوع يشوف ابنه وين، ممنوع يعرف ابنه على شنو اعتقل، ممنوع يدافع عن ابنه أو يحاول يبرر ابنه، خصوصا إذا كان الأب متأكد أو الأم متأكدة أنه ابنهم بري. فتخيل أب وأب وأم عندهم ابن أو أخ أو زوج أو أطفال عندهم أب، متأكدين هم من براءتهم، متأكدين من براءة هذا الشخص، بس ما يقدر يدافع عنه لأنه ما يندله. وأكو أشخاص يتصلون بالبرنامج يندلون ولدهم وين، بس ما يعرفون ليش تحاكموا. وأكو أشخاص يتصلوا بالبرنامج يندلون ولدهم وين، بس ما يعرفون عنهم خبر. وذول اللي يندلون ولدهم وين أصلا، مثلا شخص يتصل ويقول أنا ابني مسجون في سجن الحوت، أدز له فلوس ما توصل، أدز له ملابس ما توصل، أدز له أكل ما يوصل، نروح نريد نواجهه ما يقبلون. وإذا ما صارت مثل ما اتصلوا هواية متصلين يقول لك يتصلون بينا من السجن، ابنكم موجود يمنا، ادفع 10 و20 و30 ورقة حتى نطلع لكم ابنكم. يدفع وراها يرجعون مرة ثانية، ادفعون لنا لأنه أكو علي فلان قضية، ويدفع ويرجعون مرة ثالثة. ويظل السجين بالنسبة إلى السجانين اليوم بالسجون الحكومية العراقية عبارة عن جهاز صراف آلي بابتزاز أهاليهم. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم، شلون أستاذ أفر؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ أفر، بالنسبة للأساليب اللي جاي تستخدمها الميليشيات والأساليب القذرة من يعني إخفاء القسري، هاي مرفوضة دوليا، يعني القانون الدولي جرم هاي الأساليب، لكنه ما بعد ما يفيد الحكي ويا دولة يعني شو مثل ما تقول يعني تسرب عتهم أو تشبعوا بالجرم، فما ما يفيدوا ياهم يعني صراحة. يعني لو نبقى نحكي منا يعني ما يفيد الحكي وياهم يا أستاذ أفل، اللي أنت لما تحكي ويا ناس يعني كنت سمعك، لكنه دولة مثل ما قلت لك دولة تشبعوا بالجرم بالقتل. فما ما 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 أعتقد يعني لا المجتمع الدولي يعني يقدر يحد من تصرفاتهم وسلوكياتهم. ناس يعني همج يعني صراحة، يعني اجوا للحكم وهم يعني ناس مثل ما تقول غرباء على هذا البلد، لأنه لو فعلا هم من هذا البلد وعتهم انتماء للبلد ما كان يتصرفون ويا أبناء جلتهم هذا التصرف، لكنه ولائهم وانتمائهم لدول أخرى، فهذا هو اللي جاي يتصرفون ويا العراقيين مع كل الأسف. يعني أنا أقول يعني ذولا يعني إلا يعني نتخلص من عتهم برفض يعني كل تصرفاتهم من الحكومة ومن سياسيين ومن أحزاب، وحتى صدقني يا أستاذ أفل حتى الانتخابات اللي جاية هي أسوأ من سابقتها، لأنه هي هم نفس الحالة، هم محافظة وتقسيم الكعكة بيناتهم. فما ما صراحة إذا مو يعني العراقيين ينتبهون لتصرف الأحزاب والميليشيات بأنه يبقوا باقين هم على نفس النمط وعلى نفس النهج، هو تقسيم العراق ونهب خيراته وسلب أمواله، هذا هو منهجهم. أما العراقي ايش ياكل ايش يشرب، العراقي ايش نقدم له، هذه بعيدة عن أفكارهم وبعيدة عن مناهجهم. فصدقني دولة قتلة وسفلة، يعني احنا اذا بقينا على بقاء هذه الحكومة او بقينا على هذا الدستور اللي
صراحة مزق العراقيين، لأن هو الدستور أساسا هو يعني مصمم من قبل المحتل، فالمحتل ما يريد للبلد أن ينمو والبلد يصير بخير ببطاقاته بأبنائه، فجابوا دول العملاء والخونة لتمزيق وحدة العراقيين. فنسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين ويخلصنا من هذه الشرذمة اللي حكمة العراق بالقهر والظلم. تحياتي لك سادة فتح. شكرا شكرا لك أخ عبد الرزاق. أبو عمر من بغداد، حياك الله يا أبو عمر. حياك الله أستاذ أفل، وحيا الله قناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي. حياك الله أستاذ أفل. إحنا بالنسبة موضوع الميليشيات والقتل اللي قاعد يصير بأبنائنا العامة أو أخواننا في الجنوب أي مكان كان، يعني من 2003 لحد الآن ما شفنا رئيس وزراء أو وزير داخلية أو أحد يعني المسؤولين عندنا من هاي الحكومات المتعاقبة، يعني من يصير جريمة قتل أو جريمة أي جريمات اللي قاعدين يواصلون بها هذه الميليشيات من 2003، ما شفنا أحد من هذول رئيس الوزراء وزير الداخلية يحاسب هذول الميليشيات على القتل اللي قاعد يصير أو العصابات السلاح هذا المنفلت اللي ما يشوفوا لأي نتيجة وما يسووا لأي رادع، يعني كلهم متفرجين يسمعون بالأخبار وأي لجنة ما راحت إنه بخصوص هذا اليوم القتل إخواننا بالبابل، يعني ما راحت أي لجنة اللي وصلت يمهم وعرفوا الأسباب وشنو منهم القتلة وما طلعتهم، يعني هذا بسبب إهمالهم وإهمالهم والتعمد اللي قاعد يصير من حكومة الكاظمي أو حكومات المتعاقبة، يعني دا نشوف أذية هواي بالعراقيين قاعد تصير بأبناء شعبنا إذا كان بالجنوب وإذا كان الآن الاغتيالات والاعتقالات تصير بالطارمية وكافة محافظاتنا، يعني دا نشوف أسباب كلها متعمدة بحق الشعب العراقي بحق المواطنين الناس الأبرياء، يعني ما نشوف من عندهم أي حسابات خاصة قادة المظاهرين، كل الأمور اللي قاعد يصير بالعراق ما شفنا أي محاسبة لذول القتلة من سلطة الأحزاب وما شفنا الكاظمي دز يعني وفد عليهم محاسبتهم هذول شنو الأسباب اللي قتلتهم، ما معقول توصل أمور القتل يذبحهم، هذه يعني جريمة تعتبر مثل الإرهاب. طيب انتم تتكلمون يا حكومة يا حكومة الكاظمي أو يا ميليشيات الحشد يقولون أكو إرهاب أكو موجود، طيب هذول هم إرهاب، هذول هم إرهاب، ليش ما تحاسبوهم ليش ما تردوهم؟ لو دول من نقدر نقول راجعين لكم من السياسة عصابات ما تردوهم، فهذا سكت متعمد انه على انه مقتنعين بانه هاي الامور تقتلون ابناء الشعب العراقي من اي طائفة كانت وماكو اي رد وماكو اي محاسب لكم، فالشعب العراقي اذا بقى هذا الامر ظل متواصل يعني للأسف يعني يوصل القتل اي انسان كان بعد، يعني ما عندنا أمان وما عندنا أحد نشتكينا وما نقدر أحد نوصل له، لأن إذا اشتكينا راح هم نفس الحالة هم راح يكونون قدامنا موجودين ويقتلون أي واحد يوصل إذا يشتكي عليهم، حتى المراكز الشرطة أي وزارات اللي موجودة بالعراق هي تخاف من هاي الميليشيات وتخاف من الأحزاب، لأن يعني هم نفسهم ما يقدرون يحمون نفسهم، كيف أن المواطن يشتكي من هذول العصابات الابتلاع المنفلت اللي قاعد يصير عندنا بين فترة وفترة قتل متعمد نعم. يعني دخول بمناطق يعني بدون مذكرة قبض يأخذون العالم خاصة نستعدنا بالطارمية يأخذون العالم عام شامي نعم شيلة ودي هذا ودي هذا، فإحنا ما ممكن إنه تبقى هاي حكومة فاشلة، يعني إحنا يعني مو حكومة فاشلة حكومة متعمدة على أذية الشعب العراقي وسرق مواله وسرق خيراته وفوقاه يسجنون بالعالم وماكو اي عفو قاعد يصير وكل هالامور بلي اسباب اللي قاعد يتحملها المواطن العراقي، فاحنا من قناتكم نطالب مجلس الامن او المجتمع الدولي نعم. يعني يشوفون حل بهاي الامور اللي قاعد يصير جريمه ضد الانسانيه ما ممكن انه السكوت عنها، يعني عوائل بريئه يحسون توصل مرحله قتل نعم. شكرا لك ابو عمر. ابو ياسين من بغداد، حياك الله يا ابو ياسين. حياك لك اخوي على قناه الرافدين الوطنيه. حياك الله اخوي.
أخي طبعاً عندنا المنطقة العربية، عندك السعودية، الكويت، الجزائر، ليش ما يعني ما شفنا بيه، ما شفنا العفو عندهم بالتلفزيون؟ لا اعتقالات ولا تفتيش المحافظات ولا قتل ولا انفجار ولا حريق ولا غريق. ليش؟ لأن حكامهم محافظين على بلدانهم وما تجيهم أوامر من إيران وغير إيران. فهؤلاء الحكام اللي عندنا بالعراق اللي في العراق هم اولا عملاء، هاي مو انا اقولها، يعني حتى اصغر مواطن عراقي يعرفهم. نعم. عملاء وخونة وذيول وحاقدين على كل محافظات العراق من شماله الى جنوبه. نعم. حتى اللي لابسين وياهم عسكريين من الشعب العراقي، هؤلاء هم هم عليهم علامة استفهام لان هم جنسيتهم عراقية. فالحكام اللي بالعراق الآن لو يظلون بعد 100 سنة أو 200 سنة ما راح يصنعون ذرة من الأمن والأمان. الظل نفس الفوضى والقتل والاعتقالات. حتى هم أول أيامهم، 2003 أول أيام الاحتلال باشروا بالقتل والسرقات والطائفية، لأن إجوا للعراق متحمسين للخراب والجرائم. أخي كل شخص بارز بهذه الحكومات من احتلال العراق لحد الآن هذا مشترك بالجرائم والخراب من قاف إلى أعمامة طبعاً. نعم. فأنا نعم. وجه كلامي. ألو. وياك تفضل أخويا. نعم. أنا وجه كلامي للعراقيين، أقول لهم لا تصدقون بالكلام. صدقوا بالفعل. الفعل هي حقيقة البشر. فأخي وينكم العراق الجديد من 2003؟ العراق الجديد وكل مواطن عراقي وراتب. إحنا الحمد لله قبل كنا بيوت ورواتب ذاك النظام. أخي العراق كان أحسن بلد بالعرب، يعني مية وكهرباء وصلك الرحم كانت موجودة. فهاي عندك الدعاية ما اللي راح نسوي، ولا هو مو موضوعنا، هاي الدعاية ما راح نسوي شو اسمه جيش الجامي. أخي هاي الدعاية هاي كذب، هاي ما يسوها. إحنا قبل كنا حكومة الجامية نحمي بلدنا من أعدائنا، من أعدائنا إيران. فإحنا إذا حتى لا يسوون حكومة الجامية نحمي من حتى احنا جاي تحكمنا ايران، وين نوقف؟ فاخي هاي دعاية. نعم. شكرا 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 لك ابو ياسين قطاع الاتصال. يا ابو محمد من السماوة حياك الله يا ابو محمد. الله محييك استاذ ياسر، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والاكرام. بالنسبة للموضوع الخاص بالهجمات الارهابية اللي تحدث على المواطنين الامنين في بيوتهم، طبعا استاذ احنا هذا جنينا من سنة 2003 وحتى هذا اليوم من الديمقراطية اللي دفع ثمنها ابناء الشعب العراقي. انا اللي اعرفه انه الناس اللي يدعون انفسهم كانوا معارضة بالخارج اللي هم الان يحكمون في المنطقة الخضراء، لما اجوا كان يفترض انه يبدون صفحه جديده مع الشعب العراقي ويغيرون المفاهيم اللي هم كانوا ينتقدونها في النظام السابق ويأتون بما هو احسن وافضل غير هو هذا الصحيح. احنا ما شفنا غير بس من سيء الى أسوأ من 2003 الى هذا اليوم. الجماعه يعني حاليا هم تدري حالة التناحر بيناتهم والانتخابات ودعايات انتخابية، فما همهم اللي يصير، ما همهم العراقيين من ينقتلون، ولا همهم من يصير اعتقالات من قبل الميليشيات الإيرانية اللي تؤتمر بأوامر ولي السفيه الإيراني علي خامنئي، ما لهم علاقة بهاي الأمور. والكاظمي إنه كل احنا نعرفه، كاظمي رجل سيرة حياته إذا نرجع لها هو إنسان يدعي نفسه أنه هو معارض، هو مو معارض، إنسان ما عجب الوضع بالعراق أو طلع للخارج وبدأ يأسس هناك وجندة المخابرات البريطانية، والدليل على ذلك أنه ما منحه الجنسية البريطانية، منحه بالجواز سفر. وأعتقد كل إنسان يعمل بالمخابرات وعنده مفهوم بالمخابرات يعرف أنه شنو سبب الإنسان من يطلع للخارج ما ينطونه، البعض من عندهم ليش ما ينطونه جنسية، ينطونه بالجواز سفر، ما معناته هو مجند.
كجاسوسة لبلده. نعم. والدليل الآخر أنه كيف وصل إلى جهاز المخابرات العراقي، وحتى الأمور التي أدت به إلى هذا المنصب ما حد يعرفه لحد الآن، ولا واحد طلع وصرح وقال شلون وصل الكاظمي وهو يدعي نفسه صحفي وهو يكتب مقالات وكذا من هذا. نعم. عزيز السادة، أنه قضية العراق مثل ما قلت لك أنه العراقيين للأسف يدفعون ثمن الديمقراطية. نعم. ومستقبل العراق ترى ما يختلف عن مستقبل أفغانستان بالأيام القادمة والأشهر القادمة، لأن أفغانستان مشروعها بدأ قبل سنتين من مشروع العراق، وأنتم جاي تشوفون أنه الطالبان شلون بعدين تفاوضت وياها أمريكا، ومن كان يصدق أنه طالبان راح يوم من الأيام ترجع وهي مصنفة على أساس أنه هي من المنظمات الإرهابية أو على لا أحد المنظمات الإرهابية. وشوف سبحان الله بيوم وليلة انقلبت الأمور رأسا على عقب العفو، وشفنا أنه الأحزاب الراديكالية المتشددة شلون رجعت سدت الحكومة وحكمت، وهذا الشيء راح يصير إن شاء الله بالعراق، وراح نشوف أنه العراق راح يكون وضع نفس وضع أفغانستان، وهم خايفين هسه من هاي الحقيقة وجاي يتحضرون إليها، وكلهم حذروا من هاي القضية. والدليل خطاب حسن نصر اللات في لبنان لما طلع وقال احنا العراق لا يمكن انه نخليه يكون مثل افغانستان او يصير مثل افغانستان، وتقدرون ترجعون لخطاب حسن نصر الله قبل 4 أيام أو 5 لما سقطت كابل بيد الطالبان، وتتأكدون من هذا الكلام راح تشوفون شلون انه هم يدرون ويعرفون انه المسلسل القادم انه هو العراق راح يكون سيناريو نفس سيناريو العفو أفغانستان ولربما أكثر. نعم. أشكركم جزيلا. شكرا شكرا لك أبو محمد. كيان من بغداد حياك الله يا كيان. كيان تسمعني؟ السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. مساك الله بالخير انت وفك وكادرك الطيب. مساك الله بالنور، تفضل اخويا. حبيب قلب الجماعه جونا بالحريه والديمقراطيه. ايه. الحريه قتل الناس، والديمقراطيه مو ديمقراطيه، بالدم اقراطيه. اذا عندنا دجله والفرات راح يختفن بعد 20 سنه، جابوا لنا نهر ثالث، نهر الدم، نهر الشباب، هاي الابريال قاعد يقتلون بيها وماكو محاسبه. القضاء يدر امو تكميم الافواه، اعلانات تحكي بالاعلام وهاي ما يخالف. ليش القضاء ما يحاسب السلاح المنفلت؟ ليش القضاء ما يحاسب القتله؟ ليش ماكو زراعه؟ ليش ماكو صناعه؟ ليش ماكو تعليم؟ ليش ماكو امن؟ ليش موجود فقر؟ ليش موجود جوع؟ ليش القضاء ما يحاسب المفسدين بالحكومة؟ هذا المالك 8 سنوات هجم العراق، اجاني العبادي، سنبني، سنهجر، سنقتل، سندمر. ليش عندنا مهجرين؟ هاي كل القضاء. ليش عندنا اهلنا وناسنا المهجرين نايمين بالصحراء؟ مو عيب؟ هذول مو عراقيين؟ هذول عراقيين وغصبا عنه يرضى والما يرضى. ليش؟ هاي ليش تستاهل؟ ليش القضاء ما يتحدث؟ لو بس القضاء شاطر يصدر امر بتكميم افواه ما يريد الناس تحكي. ومو بس هاي، هسه نوصل مرحله بعد يوقفون بيبنا، ممنوع لا تطلع ولا تسولف. هاي راح نوصل مرحله يا اخي العراق بالهاويه. والله العراق هاويه نفسها، والله لا ما نوقف وقفه رجل واحد. العراق من تي هذول يا اخي ندخل لهم للخضراء ونطلعهم، ماكو اي مشكله، ماكو اي مشكله. هاي رساله الى السيد علي السيستان المحترم، رساله من مواطن عراقي. يا سيدنا انت ترضى هيك العراقي يصير بيه؟ ترضى يعني تباوع وساكت؟ هاي حرام. ترضى تقبل هذا الشباب قاعد تنقتل بالشوارع جوع وفقر وأرامل ومطلقات وماكو زواج راح يصير تحديد نسل؟ يا سيدنا مباشر عقبة تستاهل يوم القيامة، يوم القيامة ماكو لا كاف ولا لام. يا سيدنا هذا العراق برزقتك، تدخل حل الموضوع يا أخي، مو فد مسألة كبيرة. هاي ناس فاسدة قاعد يطلعون بالإعلام يقولون إحنا ما نصلح، ما نصلح نقود العراق، إحنا سياسيين صدفة.
احنا لمونا من الدول وجابونا هذا اللي مع احترامات للمهن. نبيع مخبار، هذا رجال يبيع كارتات موبايلات، هذا رجال يبيع سبح، ذاك يبيع خرز، ذاك ما ادري ايش يسوي، وجابونا وقالوا لنا بقود العراق انتم اهل المرحله. وهسه هم قادوا العراق، هاي صار 18 سنه. العراق ما ظل في شيء، والله العظيم العراق مدمر، مدمر. تعال شوف العالم، شوف الناس، شوف الناس ايش قاعد يصير بيها من تهجير وقتل وفقر وجوع وموت ودمار. ارخص شيء، ارخص شيء بالكره الارضيه وارخص من الحاجه بربع الدم العراقي. اكو بالسوق واحد يبيع بسطيه وخلي سماعه في حاجه بربع الدم العراقي، ارخص من الحاجه بربع. صار السبب ذول الفاسدين يا اخي، ذول الفاسدين ندخل عليهم. انتم يا عشائر، يا عشائرنا الكريمه، ليش هيك؟ انا خاطب العشائر المحترمه الفاسده مالي كلام وياها. ليش يا عشائرنا انتم هيك؟ ليش تاخذين يا عم باشر عضوه تستاهلون يوم القيامه؟ انتم كل رئيس عشيره جواز 7000 و10000 ذمه. ليش هيك ساكتين؟ ترضون العراق يصير فيه ايش؟ مو هسه انتم ولا ساكتين وتقولون احنا والله بامان واخذنا 5 ملايين ومسدس. باكر عقب الطوفان يوصل يمكم، ومن يوصل يمكم والله لو صرخون للصبح ما حد يشفع لكم، لان انتم ساكتين على الحق، والساكت على الحق شيطان اخرس. نعم. اصحوا اطلعوا، خلينا ندخل الذول للخضراء، خلينا نطلعهم، نطلعهم وننهي العراق، ننقذ العراق. العراق يعني ما مر بهيك مرحلة بتاريخها كلها، ما مر، ما يشوفون دموع الأمهات خطية، دموع الأمهات، هاي الأطفال اليتامى الأبرياء. ليش هيكي؟ يعني أطفال يناشدون على آباهم مفقودين، الزوجات خطية تناشد على زوجها، الأم تناشد على ابنها، الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني أنتم ما تشوفون إعلام، ما تحسون، ما حد يسولف لكم. 7 في 7 وينك يا أبي حناسة الهوي؟ كانت شاطرة 7 في 7 وضميت راسك. قسمنا الكعكه وضميت راسك، هاي شاطره بيها. بس العراق من يروح وينتهي لا انت ما موجوده، انت اهم شيء دكتارات وسفر وعمليات تجميل. يا انت نانس نصيف عاليه نصيف، وينك؟ وينك وتحكين وطلعين وتقولين احنا واحنا واحنا؟ وينك؟ ما شفناك، عشنا صوتك. عم انتم نزلوا للشارع، شوفوا العالم، شوفوا كذا. انتم خيركم ما يقدر ينزل لاي منطقه، خيركم ما يطلع، ما يقدر يطلع. حول هذا طار المنطقه الخضراء، لان اذا طلع خارج منطقين وكل اكل من الشعب، ثقوا بذات الله. وهاي انتم ما جاي تشترون اصوات 200 دولار 300 دولار، يعني هذا مع احتراماتي لك ولكل مواطن عراقي، هذا انسان ساذج اللي يبيع صوته ب 300 دولار ويخلي واحد 4 سنين يدفق عليه، هذا ساذج، هذا انسان تافه مع الاسف. والله ما ابيع صوتي بكنوز الدنيا، ما ابيع صوتي بكنوز الدنيا، ونغيركم ونخلص منكم ونحاسبكم ونرجع اموال العراق المسروقه المنهوبه. وكان من تكونون انتم واولادكم واحفادكم، ما لكم عيشه بعد لا بالعراق ولا بالكره الارضيه. وانا اشكرك يا استاذ افل. شكرا، شكرا لك اخ كيان. ابو ياسين من دياله، حياك الله يا ابو ياسين. حياك الله اخي الغالي، حياك الاستاذ المحترمين. حياك اخ افل. على رساله الاخ كيان بغداد قبل موضوع حلقتنا، هو يناشد السيستاني، هو العراق اكبر من شيء اسمه السيستاني. بس اكو تصريح للفياض بخصوص السيستاني، يقول لا اوامر رئيس الوزراء تختلف مع المرجعي عن السعيد، وتحدث عن افغانستان، يقول الجيوش تروح مثل هب الريح، يعني حي الميليشيات، يقول هو الحشد اللي حمى الدوله. هذا موضوع السيستاني والحشد والميليشيات، موضوع جريمه بابل اخي افل. اي يعني شوف، انا خلي اذكر العراقيين بعد استشهاد سيدنا الحسين، الحسين عليه السلام نحروه، نحر الشمر اللعين اللي هو من الاصول الفارسيه في معارك الفاو، من سقوط الفاو اللي جينا ضباط ناحلينهم بالحرب هذول الفرس المجوس. القاعده وداعش نفس الاسلوب، نفس النحر، هذا كله المشاهد تعبع لايران، اذا كانوا سنه او شيعه متابعين ايران. بس موضوع بابل يا اخي افل، هي الميليشيات ما تنتهي، لان يعني مع الاسف سياسيين اهل السنه. خلينا نعطيك حادثه مهمه جدا، يسمعوني عنها الجنابيين. البو الشيخ مهدي اعلام الجنابات مزار زورهم بضلوعيه بال 2010، بال 2010 رشع فيها الشيخ ابراهيم الشيخ عبد الكريم الشيخ مهدي مع اياد علاوي، طبوا اصوات ترموا مضيفه فوق الطالع، هاي المزرعه موجوده.
بعدين مع الاسف اليوم يرجع ابن عمه اللي هو الاخير مصطفى الشيخ عبد الكريم شيخ مهدي فايز عمليه البارزه ويروح يوزع دعايات انتخابيه ويسوي عزايم عيب. هذا حال الجلابين وهذا حال اهل السنه تحت الميليشيات. يا اخوان يا سنه انا ما اتحدث عن المذهب لكن السياسيين السنه جاي يطلعون يترجعون هاي العمليه البارزه جاي يشوفون ناسهم تنقتل جاي يشوفون ناسهم تنذبح جاي يشوفون ناسهم مغيبين يطلعوا معارضين ندعم المظاهرات ما شفناكم سويتوا اكل للمتظاهرين ودعم المتظاهرين بس ورا المكاسب الخاصه ما انتخابات هي هاي اول حادثه بباب اليابان والمسير الجذب او الجنابيين واليوم ما شاء الله يروحون يرشحون هاي العمليه دوله ايران. انا ما اتحدث اقول شيء السياسيين الشيعه هم دوله لكن السياسيين سنه دوله مع الاسف جدا والله العظيم لو اشوف الطالب الخاص او البارحه يوزعون بالات ملابس للعالم والناس متومه ما شيء على السمع ما يسوي 6 دراهم وهاي مع الاسف دول جاي تدعمون هاي الحمله الانتخابيه جاي تحققون الصور واقفين يوزعون بالات للعالم وهاي شايلين السياره شايله هاي الصور كلها في الكبرى وهاي تسوي بها الشوارع زين هاي ما تشوفها الامانه ما تشوفها الحكومه جاي تشوفون تجاوزات هاي العالم الفقرى اللي جاي تعيش هاي مو هاي خالص قانوني هاي دعايه انتخابيه هذه الميليشيات اخي 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 افل شوف هاي وزير الدفاع مو داعم للميليشيات وزير الدفاع مو سني مو محافظ تنذبحت وانقتلت وراحت تهجرت مو هو قام يهجر مو هو يروح حيل الميليشيات الحشد بالاستعراض هي هاي السالفه السوداء يعني ما نتكلم احنا دوله قانون مؤسسات لو دوله ميليشيات لا نعم دوله ميليشيات رئيس الوزراء يستعرض مع الميليشيات وزير الدفاع كذلك وزير الداخليه كذلك احنا صرنا ايران يعني صرنا يطبقون الحرس الثوري في العراق ماكو جيش ومندمر المنظومه العسكريه غير هي الدوله مو المالك اللي دمرها اللي تامر عليها ودخل عليها داعش وسقطها من اجل حتى يرفع رايه الميليشيات هو الميليشيات هم شنو هم داعش هم نفسهم ماكو فرق داعش ولا الميليشيات ولا فرق بين داعش وبين الحشد هم نفس الاسلوب يعني هذا ما نعم 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 قاتل داعش يقاتل يقتل الناس الفقراء الابرياء هذا يسجل نعم نعم الشاكوت وهذا ذبهم فوق البنايه وهذا نعم هو عدل وهي اجل لكم الله شوف على السكر تكرمون الغالة تبسمهم مو خلوهم يقول بالبطل يشربونهم اياه هم ذول الحشد لا مو ذول الحشد هم ذول هذا العامل لولا هو هذا الخزعل لولا نعم هو هذا الصدر لولا مع الاسف باقيين سلبيين نعم ابو ياسين بالتالي. شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا برنامج صوتكم فيما يخص بابل حتى تكون الصورة واضحة إلى كل المواطنين أشقاء 12 الجنابيين عندهم محل جيرانهم عند محل ثاني طلبوا من جيرانهم أنه ما يتعدى على حدود محلهم جيرانهم ينتمي إلى العصائب أثار حفيظة هذا الأمر اتصل بجماعته جوي بالسكاكين كتلوا ذولا الاثنين نحره واحد وطعنوا الثاني حتى الموت وانجرح الثالث بإصابات خطيرة حاليا بالمستشفى واكو عدة أشخاص أصيبوا جراء هذا الحادث لكن اللي يثير أيضا الفيديوهات والصور اللي طلعت من أهالي المغدورين أو من المنطقة تأكد وجود قوات أمنية على مقربة من مكان الحادث دون تدخل وبوضح النهار أبو شيماء من بغداد حياك الله حبيبي هلا بيك يا غالي الله يساعدك ويساعدك هذا الحبيب هذا تتحدث عنه تقول انه قد انضرب تقول الحظ غريب يا اركز بينات العالم انت الشغله واي انا ببغداد كل ساعه الحركه وطبعا احنا من هذا نحولها الى سياسه وذاك يقول لك ابو ياسين هذا داعش ابن داعش 24 ساعه الحشد وايران 24 ساعه الحشد وايران ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء حبيبي هذا اليوم حاضر للدواعش ابو شيماء بس ما يصير طائف من الطين على الطائف الطائفيه ابو شيماء حبيبي اسمعني لو لا تفضل البرنامج شو اسمه البرنامج اللي انت هسه بيه شو اسمه برنامج صوتكم اسمه صوتكم بما انك تعرف ان البرنامج اسمه صوتكم فاني ما اقدر امنع صوت اي انسان في حال الغلط او التعدي راح اسمعني ابو شيماء انا احسب عليكم
هذا الحديث انا احسب عليكم لان انتم انا احترمكم، بس هيك اصوات لا تخلي رجاء، لانه هذا يسوي حزازيه. احنا تقولون احنا ماكو طائفيه، يعني اجى وقال لك الدول الميليشيات والشرعات، شلون تتحدث عن من يحدد شعب الميليشيات؟ الله اكبر، هذا الحرر عواض العالم. ابو شيماء حبيب قلبي، اليوم الميليشيات اللي انت تدافع عنها، اليوم الميليشيات اللي انت تدافع عنها ابو شيماء، اليوم الميليشيات اللي انت تدافع عنها كاتل اثنين بالسكاكين وطعنا اخوهم الثالث، جاوبني. يبدو انه ابو شيماء انهزه وما راح يجاوبني. الو استاذ، وياك استاذ ربل. اذا وياي نص التلفزيون اسمعني من التليفون حبيب قلبي، الميليشيات اللي تدافع عنها وتقول حررت العراق، بابل محافظة اللي ما طبوا لها تنظيم الدولة داعش نهائيا، محافظة بابل اللي من المفترض انه العصائب واللي عايشين ببابل هم من نفس الطائفة، اليوم العصائب كاتلين اثنين من عشيرة الجنابين بمحافظة بابل وطعنين اخوهم الثالث وحالته خطرة واكو ناس ايضا مصابين، جاوبني على هاي، هاي جريمة لو هاي دفاع عن حقوق المواطن؟ القنوات العراقية انا شفت الرجال يطلع شو ما تحدث، قالوا مشاجرة بس ما قالوا هذا من يديها، وبس انتم قلتوا من العصائب، وانا راح اتقبل يا استاذ ربل، يعني ما يصير اتهام ترى حرام باطل على ناس ما تسوين شيء، يعني انا مو دفاعا ولا اعرفهم الناس. زين واللي دا يعتقل بمراكز الاعتقال؟ واللي دا يعتقل الناس بالانبار وصلاح الدين وبنينوى؟ واللي دا يعذب مراكز الاعتقال بكركوك؟ ذولا منو ذولا؟ استاذ الحزيز يعني اللي يصيد عصافير هذا لو متلبس بالجريمه الله يخليك. شنو يعني صدق بريء؟ يعني اكو يعني انسان بريء يجيبونه يجرجرون بيه؟ وين اخويتي؟ هذا عالم مقطع حرف صلاح. ابو شيماء ارد اسالك سؤال، ابو شيماء ارد اسالك سؤال، حزب الله تفضل والكتايب والعصايب اليوم مسيطره على جرف الصخر، يقدر مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة يطبلها؟ والله يقدر. أتحداك أتحداك يلا أنا وياك أنا وياك يا أخوي خلي طبلها يلا. أنا تابع الأخبار يا أستاذ ربل والله العظيم، لا تضخمون الشغلة لا تحد تسووها. أبو شيماء حبيب قلبي، أبو شيماء أوقف أبو شيماء حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة منع من دخول جرف الصخر من كان هو رئيس وزراء واللي أعلن بيان النصر على داعش، سليم الجبوري اللي كان فوقتها رئيس مجلس النواب منع من قبل بدر والعصايب أن يدخل دياله ويدخل جرف الصخر، شلون تقدر تقنعني هسه أنه واحد يقدر يدخلها؟ هذا الحديث كانت الوضعية مو تمام، حتى الوضعية عادية، حتى لا راح يرجعون والله طلعوا بالتلفزيون بالقنوات قال احنا راح. حبيبي الاهالي يومية يتصلون يقولون رجعونا، ادري جاي تضحك علينا ابو شيماء. تفضل. اقول لك الاهالي يومية يتصلون يقولون رجعونا المناطقنا خصوصا اهالي جرف الصخر، من بده يرجع؟ طلعوا بالتلفزيون قالوا راح نرجع لانه بس تتنظف المنطقه، لان اكو حواضن بس يسيطرون عليهم راح يرجعوهم. تمام انا اشكرك ابو شيماء، ما اريد اخذ وقت البرنامج بس لك اكو هوايه متصلين، شكرا لك، اتمنى تظل تتصل بينا ونحكي وياك. اخواني الاعزاء ابو شيماء يقول بدنا نحكي كله كذب، اللي دا يقولون متصلين عن الميليشيات كذب، الميليشيات حسب قول ابو شيماء هي اللي دافعت عن العراق وهي اللي تدافع عن حقوق الناس وهي اللي ما تسوي شيء كل بس تسوي خير للمواطنين، وذني الجرائم اللي تصير بالعراق ما لها علاقه الميليشيات، وابو شيماء يقول الاهالي راح يرجعون الجرف الصخر والنازحين راح يرجعون والمهجرين راح يرجعون والمعتقلين راح يطلعون، هو يقول هذا الكلام. صباح من بغداد، تفضل اخوي. السلام عليكم استاذ افندي. عليكم السلام. بالنسبة لأبو شيماء طبعا لو هو بالعصائب لو أخوته بالعصائب، والدليل يعني جاي يدافع دفاع مستميت، احنا اللي انقتلهم سواء كانوا جنابيين او من ثوار تشرين الالف، اللي منو قتلهم؟ اللي قتلوهم هم الميليشيات التابعين للحشد منطوين تحت راية رئاسة الوزراء ويحملون باجات رئاسة الوزراء ومدججين بالسلاح ويقتلون بكيفهم، والدليل ان سيطرات المفاز للشرطة الاتحادية والشرطة المحلية تبعد عنهم امتار، ما قدروا يتدخلون، يعرفون ان هاي السيارات اللي قامت بالتصفية هي تابعة للعصائب وحزب الله والنجباء فيقتلون براحتهم، والدليل ان المقدور من طائفة معينة
احنا ما نريد نحكي بالطائفية، لان احنا ثواب تشرين الالف شهيد ايضا من طائفة معينة. منو قتلهم؟ قتلوهم سرايا السلام، قتلوهم النجباء، حزب الله، جماعة ابو شيماء نفسه اللي دافع دفاع مستميت. ليش سيطرات الجيش وسيطرات الاتحادية ما تم القاء القبض على الجنات؟ لان ما يقدروا يلقون القبض عليهم، لان سلطتهم الحشد اعلى من الداخلية والدفاع. فابو شيماء يدافع طبعا، لان هو كان قبل 2003 وضع المادة غير شكل وهسه مستفيد، فلازم يدافع دفاع مستميت. كل العرب والعراقيين يعرفون ان جرف الصخر اصبحت خزين استراتيجي الى الحشد ومع الحرس الثوري، وصواريخ بلاستية وطائرات مسيرة وصواريخ وكل شيء مخزون بيها، وطرد أهل المنطقة اللي هم جنابيين. دعم أكثر من منظمات المجتمع المدني، منظمات إنسانية، وخاطبهم من الأمم المتحدة بين العودة إلى منطقة جرف الصخر، لكن الحرس الثوري والسفير الإيراني في العراق ما يقبلون يرجعون هاي المناطق اللي تهجرت أهاليتها، لأن أكو تغيير ديمغرافي على المنطقة. وحاليا الطارمية وديالة، احنا قبلها اكو قرى سنية تم تهجير اهلها بصمت، لان سليم الجبوري ما يقدر يحكي. هو حلف مع بدر والعصائب الموجودين في ديالة، والحشد جاي يسوي جرائم بشعة بحق الإنسانية. حتى يعني مو حتى الشيعة حتى السنة مستهدفين. الآن السلاح اللي بديهم من كواتم وعبوات لاصقة ومفخخات مهدد بيها كل عراقي، مو بس طائفة معينة. هذول هدفهم تدمير العراق وتمزيق العراق وتدمير وحدة العراق. ذول الحشد أخطر من حتى داعش الإرهابي، لأن هذول بديهم السلطة وبديهم القانون وهم فوق القانون. وشوفوا الدليل، ألف شهيد من ثوار تشرين وآلاف مؤلفة من أبناء سنة تم غدرهم على يد جيش المهدي سابقا، والعصاب والنجباء وبدر. يعني ما لزمنا أي واحد من عندهم. القانون، الجيش والداخلية والقانون والأمن الوطني ما مسكم أي مجرم. يعني هذا يدل على أنهم هذول تابعين للدولة وتابعين إلى رئيس الوزراء، ويحملون باجات ويقتلون بكيفهم كل عراقي شريف وطني يقف بالضد من عندهم ويقولهم أنتم مشروعكم فارسي يقتلونه. أي شخص لا كردي لا سني لا شيعي، ذولي ما يهمهم، ذولي تابعين إلى ولاية الفقيه، فما يهمهم أي ما يهمهم دماء العراقيين. يعني نساء قتلوها، اللي يقتل مرة هذا من هو؟ هذا إرهابي. لكن احنا عتبنا، المفروض جامعة العربية والأمم المتحدة صنف هذا الحشد، صنفه مثل ما صنف داعش إرهابي، صنف الحشد منظمة إرهابية في سبيل نعرف احنا اللي مقابلنا ناس إرهابيين تابعين إلى إيران وجايين في ذول مخطط إيراني فارسي بالمنطقة. شكرا لك اخ صباح، بس راح يدركني الوقت وعندي واتسابات اريد اقراها. عندي كيان من بغداد، رجع لنا اخ كيان باقل من دقيقه اذا سمحت لي. لا والله انا اريد اكثر من دقيقه واطمح بكرمكم. والله وقت ما عندي، بس قول. ما اعرف استاذ احمد، اريد اكثر من دقيقه. هسه راح نسولف طيب الدقيقه، اعطيني مجال. تفضل. اول شيء تحيه طيبه لك ابو شيماء حبيبي، انت من كلامك حسستني احنا بلوس انجلوس ومو بالعراق. عندك زراعه ابو شيماء، عندك صناعه، اولادك يروحون المدارس محترمه حالنا حال الناس، عندك تامين صحي. انت هاي وحده. النقطه الثانيه، ما قطع فيها، احنا المتصلين ناس محترمين، ما قطع فيها. هسه انا عود لهم كلمه، انا ما عندي نازح، اهل وناس وبيتي مفتوح لهم وخادم لهم، ذول اهل وناسي، ولا جار الوقت عليهم هسه باشر عقبه يجور علينا، والساكت على الحق شيطان اخرس، ولا من دافع لهم عيب علينا، والمي دافع الاهل وناس هذول النازحين تقبضات الله، مو عراقي ولا عنده اي عراقيه. فيا استاذي يا ابو شيماء يا حبيبي، انت مطينا قطعه ارض الى مستفاد، فنلزمون عندك انت الى مستفاد، اقعد وحط رجل على رجل ومستفاد. اما تمس بالمتصلين او بهاي القناه المحترمه، نرجوك رجاء اخوي لا تتصل، احسن لك. وديرها اقلب القناه يا اخي، انت ليش تضاحي عليها؟ اقلب القناه، ليش تضاحي عليها وتدوخ روحك يا حبيب قلبي؟ هاي تحيه مني لك، ارجوك لا تمس اي متصل، واحنا ناس محترمين ومؤدبين متصلين، نطالب حقوقنا ونحسب حق الله. جزيل الشكر منك يا عفن.
تسلم لي اخ كيان. السلام عليكم بالنسبه لرسائل الواتساب. السلام عليكم، شلونك اخويا؟ ابويا ضابط انسجن خلال شهر واحد، انحكم بالاعدام، نقلوا على الناصريه، احنا نطالب بالعفو العام. اني بالنسبه لي ما انتخب كل احد، مع السلامه. مجرم وبعض الغشمة اليوم بالعراق مخلين صورته خلفية بهواتفهم، مساكين لا يقرؤون ولا يكتبون، كل من يتبع إيران. إن شاء الله العراق يتحرر، وأريد أقول أخويا من السماء وطالبان ظلت شايل السلاح ضد أمريكا، أخوك حسام. السلام عليكم ورحمة الله، نداء إلى كل العراقيين، أنقذوا إرثكم الحضاري أيها العراقيون، أنقذوا آثاركم، أنقذوا بلادكم، أنقذوا زراعاتكم، أنقذوا أبناء بلدكم، فإن كل شيء اليوم مستباح من إيران ومن أدواتها. السلام عليكم، كيفكم يا أبطال الرافدين؟ أنا عمر من اليمن السعيد، اسمي عمر المنصب، وأحبكم وأقول الله يرحم أيام العراق سابقا اللي كانت تدافع بي عن كل أبناء الشعب العراقي ودافعت بي عن اليمن. إن شاء الله يرجع النصر والسلام لكم. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك وللجميع. العراق العراق اليوم بدون قانون وحكومته بوق في بوق، إلك الله يا عراق. أخواني الأعزاء، اليوم الشعب العراقي دا يعاني أشد معاناة، مثل ما قال أخويا كيان، اليوم ما يحصل بالعراق كل شيء ماكو. اليوم اللي دا يصير بالعراق لا زراعة لا صناعة لا تربية لا تعليم، جوازك آخر جواز بالعالم، التعليم خرج من بسياقات دول العالم، ما معترف بجامعاتك وبمدارسك، ما معترف بشهاداتك، ما معترف بما يحصل بالعراق، صناعتك صفر، انتاجك صفر، وضعك صفر، انهرك دا تسمم، المي دا يجف، الارض دا تصحر، الجو دا يصير اشد حراره، المي اللي دا يجيك للبيت سام، كل شيء اليوم بالعراق عباره عن سرقه ونهب وسرقه اموال، ويطلع لك جهه من الجهات فقط لانها ادت الى هروب جهه ارهابيه في فتره من الزمن، اليوم رجعت، واليوم هوايه من السياسيين يقولون فلول من داعش ادت الى فعل عمليه في احدى المحافظات او احدى المناطق، شلون رجعت والعراق منتصر عليها ما اعرف، وادت هذه الميليشيات الى دمار مدن، ويجي يدافع عنها امام العراقيين ويتهم العراقيين، ما اعرف شلون راح تواجه العراقيين. شعبنا اليوم بالضيم، والسبب هو السياسيين والميليشيات. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بنفس الموعد بحلقة جديدة من صوتكم باكر، في أمان الله.